هذا وأكد عدد من المواطنين حرصهم الكبير على المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية والبلدية بمملكة البحرين. الدافع اللي خلينا اليوم نحضر المرة الأولى والجولة الأولى والجولة الثانية إنه الدافع إنه كل نائب عندنا في المنطقة لازم يوصل صوتنا في المجلس التشريعي، والمجلس هذا التشريعي طبعا هو اللي يشرع القوانين، يدفع يكون دافع قوي في صوتنا يوصله إلى المجلس النيابي. أنا سعيد جدا لوجودي في هذا المكان لأدي الواجب الوطني الذي يجب على كل مواطن أن يقوم به في سبيل رفعة هذا البلد. هذه الانتخابات هي لمصلحة الناس ولمصلحة البلد. والله نتمنى هالمجلس يكون أفضل من اللي قبله، يعني نتمنى كل مجلس يكون أفضل من اللي سبقه يعني، وأتوقع هالشيء بيكون خصوصا إذا يعني تعلموا من التجارب السابقة. يعني الناخب يتمنى ان المرشحين يوصلون صوت للمجلس وللحكومة علشان يقدرون يحققون مطالبهم.